الشيخ هذا سائل يقول: أنا مدير إحدى المدارس الأجنبية في الرياض، وأنا على منهج السلف الصالح ولله الحمد، وأرى أنه يجب علي القيام بالنصح للطلاب وبيان التوحيد لهم بالتدرج حتى لا أسبب المشاكل، فهل هذا يخالف منهج أهل السنة في الدعوة؟ أنت مدرس، درس المنهج والمقررات اللي عندك، درسها، فيها التوحيد وفيها الفقه فيها التفسير فيها، درس المقررات. نعم.